السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غندوزو السلسلة ديال العربة بالشرح جميل جدا. نبدأ على بركة الله كما كتلاحظوا معنا. يا بسم الله استعد، سيبدأ الامتحان بعد قليل. مستوى الماء تبريد كافي، قالك هنايا في هذا السؤال واش مستوى الماء تبريد كافي. كيف ما كتلاحظوا معانا كاينين جوج كلمات مكتوبين في ديك القاروره ديال الماء. كاينه وحده الماكسيموم وكاينه المينيموم. المينيموم راه هي اللي كاينه لتحت هنايا، وكاينه وحده الماكسيموم. بما يعني الماكس هو اعلى درجه والمينيموم هو اقل درجه. يعني هنا في هذا السؤال قالك واش مستوى الماء تبريد كافي، المينيمو فينا هي التحتانيه المفايت المينيمو. يعني هنا الجواب ديال هذا السؤال هو الرقم واحد، نعم مستوى الماء تبريد كافي. المرايه الداخليه اجباريه للسيارات، هذا السؤال واحد نعم او لا. من الواجب المراقبة ديالها ديما قبل الانطلاق. هنايا كاين المراية الداخلية، هي راه ضرورية إجبارية من التواجد ديالها، ومن الواجب المراقبة ديالها ديما قبل الانطلاق. نعم يعني الجواب هنايا هو السؤال واحد وثلاثة. يعني لابد تكون السيارة تكون المرايه الداخليه ضروريه. علاش؟ كتعطينا واحد الاظهار للناس اللي ورانا والناس اللي جايين ورانا بالطوموبيلات او بالدراجات او راجلين كل شيء. ومن الواجب المراقبه ديالها ديما قبل الانطلاق. تقدر تكون تحركات، نقدر الصباح كنسيقها الاب ديالي وانا العشيه غنسوقها انا، حيت القياس ديال الاب ديالي ماشي هو القياس ديالي. يعني من الواجب المراقبه ديالها دائما. يعني هنا الجواب هو نعم. نعم عفوا، الجواب هنا هو نعم. نعم هاد الحمولة ما خصهاش تجاوز في الخلف أكثر من مترو أو 3 متر. من الواجب نشيرو لوجودها بالنهار أو بالليل. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا هنايا هاد الحمولة ما خصهاش تجاوز في الخلف أكثر من مترو ولا 3 متر. حنا قانون كيعطينا ما خصهاش تجاوز مترو، متر واحد ما خصوش تزاوجو، ما خصاش تكون فايته متر في الخلف. ومن الواجب نشيرو لوجودها بالنهار وبالليل. يعني كنا سوا غاديين في الصباح غنشيرو ليها، غالبا كنشيرو ليها بواحد مثال بحال واحد سورفيت تكون في اللون احمر باينها، او شي بلاستيك حمراء او مهم. ضروري نشيروا الوجود ديالها بالنهار وبالليل. يعني هنا الجواب هو واحد وثلاثة واربعة. عفوا هنا راه خاطئين هما. عفوا بلاش نرجع للسؤال. هنا ما خصهاش تجاوز في الخلف اكثر من مترو ولا 3 متر. هنايا راه في البي دي اف الاجوبه راه لا درتي 3 متر راه كيضربوا لك عليها حتى الاخر. ونشوفوا الاجوبه وتلاحظوا معنا. كاين واحد 3 هي هذيك مترو ولا راه الا درتي 3 هنا عاطين 3، ولكن في الاجوبه ديال البي دي اف سيروا على اللي كيعطيكم بي دي اف. راه هنايا راه الثالث متر 3 متر ماشي متر واحد. اوكي
باش نسوق هاد الشاحنة اللي المجموع الوزن ديالها مع الحمولة هو 2500 كيلوغرام، من الواجب نتوفر على شهادة التأمين. نعم لا، الضريبة على المحور. نعم لا، هنايا فاش كتكون عندي مجموع الوزن ديالها، مجموع الوزن ديالها من الواجب أنني شهادة التأمين ضرورية، والضريبة على المحور لا. الضريبة على المحور حتى كيكون عندي فوق من 3200 كيلوغرام. هاد الضوء الجاذب اللي شاعل كيعلم على أن المحرك سخن بشكل غير عادي. واحد، نعم، جوج، لا. من الواجب نقص من السرعة وننتظر حتى يطفى، نوقف في الحال. هنا الجواب هو 1 و 4، أن المحرك سخن بشكل غير عادي، نعم، ولازم عليا نوقف في الحال. مسموح به السير في هذه الوضعية، غير في التجمعات السكنية، غير على مسافة قصيرة، ما مسموحاش بالمرة، ما مسموحاش بالمرة. الجواب ديال هذا السؤال هو الرقم 3. راه لا درت الكراتان تما كنغطي على الرؤية الخلفية. من الواجب تبدل مساحات الزجاج بمجرد ما تبدأ تخلي أثر على الزجاج. نعم، على خليتهم قدام راه غيكرطوا لي الزاج، غيولي عندي الضبابة في البالبريز، من بعد ما غاديش نبقى نشوف الرؤية واضحة، يعني من الواجب عليا نبدلهم. يمكن لي نستمر في السير بهذه العجلة. واحد، نعم، جوج، لا. هنا كيف ما كتلاحظوا معنا، الجهة الأيسر فهي مزيانة، ولكن الجهة الأيمن ممحية. هنا في هاد الحالة هذه ما يمكنش ليا نستمر بالسير بهذا العجل، يعني الرقم 2. يمكن الأشياء المحمولة فوق السيارة تجاوز القدام ديال السيارة وحده، الخلف ديال السيارة وحده، القدام والخلف ديال السيارة بجوج. هنايا دائما ما يجب تجاوز الحمولة الخلف ديال السيارة وحده، ميمكنلاش تجاوز القدام ديال السيارة. يعني الجواب هو الرقم 2. التأمين الأدنى الإجباري على السيارة يسمى المسؤولية المدنية، الأضرار الناجمة عن الحوادث، الأشخاص المنقولة. هنايا قالك واش التأمين الأدنى الإجباري على السيارة يسمى، واش المسؤولية المدنية، ولا الأضرار الناجمة عن الحوادث، ولا الأشخاص المنقولة. كيتسمى المسؤولية المدنية، يعني التأمين ديال السيارة الإجباري على السيارة يسمى المسؤولية المدنية، ضروري خاص من التأمين الأدنى الإجباري على السيارة. الضغط الهوائي الصحيح ديال العجلات مشار ليه في وثيقة تعليمات المصنع. نعم، واحد، جوج، لا. من الواجب المراقبة ديالو على الأقل مرة في الشهر. 3، نعم، 4، لا. نعم، سؤال 1 قالك الضغط الهوائي الصحيح ديال العجلات مشار ليه في الوثيقة تعليمات المصنع. نعم، السؤال الصحيح هو 1، من الواجب المراقبة ديالو على الأقل مرة في الشهر. نعم، يعني الجواب صحيح هو 1 و3. هاد السيارة كتخضع للفحص التقني السنوي إلى وصل العمر ديالها 5 سنين، إلى وصل العمر ديالها 10 سنين. هنايا
هاد السيارة دوزت 5 سنين، واش خاص كل سنة نديرو لها الفحص التقني، ولا وصلت لعشرة واش كل سنة خصنا نديرو لها الفحص التقني؟ يعني الجواب هنا راه خاصنا نديروها ليها مي كتفوت 5 سنين وحتى 10 سنين. يعني هاد السيارة خاصها تخدع الفحص لكل سنة من بعد ما تدوز 5 سنين ومن بعد ما تدوز 10 سنين. يعني الجواب هنا هو 1 و 2. باش نسوق هاد الشاحنة اللي الوزن ديالها مع الحمولة هو 3400 كيلوغرام، من الواجب نتوفر على شهادة تأمين. نعم، 1 2 لا، الضريبة على المحور. 3 نعم، 4 لا. هنايا عندي مجموع الوزن ديالها هو 3400 كيلوغرام. شهادة التأمين هذه ما نهضروش عليها، ضروري منها، ضروري تكون شهادة التأمين، ضروري. والضريبة على المحور نعم، خاصة تكون الضريبة على المحور، الضريبة على المحور 3400، الضريبة على المحور ضرورية، خاصة تكون الضريبة على المحور. ضروري خصها تكون ضاربة على المحور. نعم، المراية الخارجية على اليسار إجبارية للسيارات. نعم، 1 2 لا، إجبارية للشاحنات الصغيرة. 3 نعم، 4 لا. قالك سيدي هنا المراية الخارجية على اليسار واش إجبارية للسيارات؟ بطبيعة الحال نعم، مرايات كاملين إجباريين على السيارة. إجبارية للشاحنات الصغيرة وإجبارية على جميع الآلات، خاصها تكون فيهم المراية الخارجية على اليسار ولا اليمين بجوجو، ضروري للسيارات جميع خاصهم تكون فيهم. هاد الضوء الجاذب شعل، نقص من السرعة ونتظر حتى يطفى، نمشي عند الميكانيكي حتى الغدا، نوقف في الحال. كيف ما كتشوفوا معنا واحد الضوء الجاذب شعل بالأحمر، واش من نقص من السرعة ونبقى غادي حتى يطفى، ولا نمشي عند ميكانيك حدا حتى الغدا، ولا نوقف في الحال؟ لازم عليا نوقف في الحال. علاش؟ حيتاش لا نقص من السرعة راه ما غاديش يطفى، غيبقى شاعل، ولا قلت حتى الغدا ومشي عند الميكانيك راه ما يمكنش، غيوقع شي عطب تقني ولا شي حاجة، الله يستر، تقدر توقع اي حاجة. يعني لازم عليا نوقف في الحال. كنحس بأني كنسوق فوق الربيع، نقوم بالحصر بقوة، نرفع رجلي على دواسة السرعة، نوجه المقود شوية لليسر، ندور بسرعة المقود لليسر، نقوم بالحصر بقوة. لا، هاد السؤال غنحيدوه، هاد الجواب غنحيدوه عفوا. نرفع رجلي على الدواسة السرعة، هاد السؤال ضروري، هاد عفوا هاد الجواب خاصنا نخليوه. يعني جوج كاين، نوجه المقود شوية ليسر، هاد السؤال هاد الجواب معرفتش مالي مع هاد السؤال، هاد الجواب نعم، خصني نوجه المقود شوية ليسر، ندور بسرعة المقود ليسر. لا، لا دورت بسرعة راه غادي نتقلب. يعني الجواب هو 2 و3. الدخان الكثير اللي خرج من جهاز انفلاتات الغازات كيعلم على ان المحرك ما مضبوطش مزيان، البطارية خاوية، استهلاك كبير ديال الزيت. هنايا قال لك الدخان اللي كيخرج من شاقمة ديال الطوموبيلات واش ناتج
لا المحرك ما مضبوطش مزيان، ولا البطارية خاوية، ولا استهلاك كبير ديال الزيت. المحرك ما مضبوطش مزيان، نعم، والبطارية خاوية، البطارية ما عندهاش علاقة، والاستهلاك كبير ديال الزيت، نعم. يعني الجواب هو 1 و3. باش نطفي بداية الحريق، يمكن لي نستعمل الماء، مطفأة ديال الحريق، الرملة، غطاء. هنايا الماء مخصنيش نستعملو، خصني نستعمل مطفأة ديال الحريق، وبالضرورة خاصها تكون عندي وإجبارية، إلا ما لقاوهاش عندك راك تخلص مخالفة. بالضرورة خاصها تكون عندك مطفأة ديال الحريق في الطوموبيل ديالك، وتكون خدامة، ماشي غير حاطة بورت كلي ديكور. يمكن لي نستعمل الرملة، يمكن لي نستعمل الرمى، ويمكن لي نستعمل الغطاء، يمكن لي حتى الغطاء نستعمله. يعني الجواب هو 2 و3 و4. الفحص الحالة العجلات، من الواجب علي نراقب الضغط الهوائي، جوانب الإطار المطاطي، البنية، مستوى التآكل. هنا من الواجب نراقب الضغط الهوائي على الأقل مرة في الشهر، جوانب الإطار المطاطي حتى هو من الضرورة خصني نراقبه، واش تمحاو ولا مقطع من شي جهة ولا شي حاجة بحال هكا. البنية ما خصنيش الرقبة، البنية راه كتحتاج واحد اللي ميكانيكي هو اللي كيراقب البنية. المستوى التآكل كنشوفو واش تكلا لينا داك البنو ماشي بالعصا ولا شي حاجة، العجلة واش عوجات ولا شي حاجة بحال هكا. يعني الجواب هو 1 و2 و4. خاصني ديما نراقب أضواء السيارة ديالي، ديال السيارة، 1 نعم، 2 لا. خاص تكون معايا مصابيح احتياطية، 3 نعم، 4 لا. هنا واش نراقب الأضواء ديال السيارة ديالي؟ نعم، راه بالضرورة خصني نراقب الأضواء ديال السيارة ديالي. واش خاص تكون معايا مصابيح احتياطية؟ نعم، ديما خاص تكون معايا مصابيح احتياطية من يوقع ليا أومبان ولا شي حاجة بحال هكا. يعني الجواب هو 1 و3. قبل الانطلاقة من الواجب علي نراقب مستوى سائل الحصار، مستوى سائل الباتري، البطارية، حالة صمتات التحريك الميكانيكي، ضبط ديال الأضواء. هنايا قالك قبل الانطلاق من الواجب علي نراقب مستوى سائل الحصار، نعم، زيت ديال الفران لازم علي نراقبها، مستوى سائل البطارية، واش حيت دابا الباتري كيكون فيه واحد الماء، هداك الماء لازم عليا نراقبو واش خوا، واش باقي مزيان، واش كلشي هو هداك. حالة صمتات التحريك الميكانيكي، هذا لا، هذا خاصو اختصاصي وخاصو ميكانيكي هو اللي كيراقبهم. الضبط ديال الأضواء، بالضرورة الضبط ديال الأضواء ضروري خصني نراقبو. يعني الجواب هو 1 و2 و4. مجموع الوزن مع الحمولة لهذه المقطورة هو 500 كيلوغرام. باش نسوق هاد المجموعة خاصني نتوفر على رخصة السياقة من صنف بي أو أ، 1 نعم، 2 لا. واش خاصني نكون كنتوفر على رخصة السياقة من صنف بي و او، نعم او لا.
هنايا في هذه الحالة لازم نكون كنتوفر على بي، غير بي، يعني الجواب هو لا، والرقم جوج. استهلاك المرتفع ديال الوقود يمكن ينتج على صفاية ديال الهواء موسخة، أو السياقة بطريقة متوترة، أو الضغط الهوائي ديال العجلة ما كافيش، أو بطارية فارغة. هنايا صفاية ديال الهواء موسخة، نعم تقدر تنتج لنا على الارتفاع ديال استهلاك الوقود، والسياقة بطريقة متوترة، نعم كذلك غادي واحد مجهد راه ضروري من الكونسوماسيون. الضغط ديال الهواء ديال العجلات ما كافيش، يعني ناقص، نعم كل ما كانت الرويد ديالي ناقصين راه كيستهلك ليا بزاف في الكونسوماسيون. بطارية فارغة، بطارية ما عندهاش علاقة، ما عندهاش علاقة، البطارية عندها علاقة غير بالديماراج، وباش وباش تعطي باش دوز الضو، دوز اي حاجة الكترونيك، شي حاجة تعطيها الضو وباش دوز، اما باش تستهلك ليا الوقود لا. يعني الجواب هو واحد وجوج وثلاثة. من الواجب نقوم بمراقبة أجهزة الحصار من طرف التقني المتخصص إذا كانت دواسة الحصار مرنة بشكل غير عادي. واحد، نعم. جوج، لا. إذا كانت السيارة كتجر لجهة وحدة عند الحصار. هنايا قالك خصني ندي نراقب الفرانات ديال السيارة إلا كانت مرينة. كيفاش مرينة؟ يعني كان خفيفة، كنشد الفران والسيارة باقا كتمشي، فهمتيني؟ كتوقف على مدة أطول، أو على مسافة، عفوا على مسافة أطول، بحال أنا غادي مثلا 100 كيلومتر، خاصها توقف لي على 100 متر ولا 30 متر تقريبا، كتوقف ليا هي على 150 متر، يعني مرينة، يعني بحال خاصها توقفها في واحد المسافة وهي كتوقف في مسافة أطول وأنا شاد الفران. إذا كانت السيارة كتجر لجهة وحدة عند الحصار، يعني هنا أنني كنفراني وكنحس بلي الرويدة اللي كتفراني غير ديال اليسار أو ديال اليمين، كتفراني غير وحدة فيهم، ما كيفرانيوش بجوج. هنا في هذه الحالة لازم نقوم بمراقبة من طرف التقني المتخصص إذا كانت دواسة الحصار مرنة بشكل غير عادي، نعم، وإذا كانت السيارة كتجر لجهة وحدة عند الحصار، نعم، يعني نعم. العناية بالسيارة باستمرار عند التقني المتخصص يمكن توفر عليها إصلاحات غالية. واحد، نعم. جوج، لا. تنقص من الاحتمالية ديال وقوع الحادث. ثلاثة، نعم. أربعة، لا. قلت العناية بالسيارة باستمرار كل مرة كنديها لعند الميكانيك المتخصص واش كتوفر عليا إصلاحات غالية، واش يعني مصاريف، واش المصاريف ديالها غالية، كنبقى كل مرة غادي عند الميكانيك من أجل الإصلاح، واش كتوفر عليا فلوس غالية ولا كتنقص من ولا قالك تنقص من احتمالية وقوع الحادث. يعني هذيك الإصلاحات اللي كندير أنا كل مرة كتنقص عليا بزاف الحوادث. الجواب ديال المعطى الأول توفر عليا إصلاحات غالية، نعم كتوفر عليا إصلاحات غالية وكتنقص لي من احتمالية الوقوع الحادث، واش نعم ولا لا؟ نعم كتنقص لي من احتمالية وقوع الحادث، يعني راه واخا كتوفر عليا إصلاحات غالية راه كتنقص لي من احتمال وقوع الحادث.
يجب علينا رقم ديما الاشتغال الجيد للأضواء الحمراء. واحد نعم، جوج لا، الأضواء التوقف. ثلاثة نعم، أربعة لا. هنايا في هذه الحالة راه من الواجب عليا نراقب الأضواء ديال الاشتغال ديال الحمر وتا ديال التوقف، يعني جميعهم خاصهم يكونوا خدامين مزيان وخاصهم يكونوا باينين، يعني الإشارة فيهم قوية ماشي ضعيف، الضوء ضعيف ولا كانت شي سكوس ولا شي دودانة ولا شي فيراج مثلا نضرب فيه الطفلية البولا، خصني نصاوبها ضروري. جاوب هنا للأضواء الحمرين نعم، وللأضواء التوقف نعم، لازم عليا نراقبهم ديما. مستوى الزيت الحصار كان في الحد الأقصى في الأسبوع الماضي، يعني كان في الماكس، كان الزيت في الماكسيمو، كان طالع. نزيد غير سائل خاص كيتعين عليا نقوم بالمراقبة لأجهزة الحصر ديالي عند الفحص المقبل الآن، يعني قالك الزيت ديال الحصار كان في الحد الأقصى في الأسبوع الماضي، يعني السيمانة اللي فايتة راه كان في الأقصى ودابا هبط كيف ما كتلاحظوا معانا الماكس، راه مبقاش كيبان لنا داك الزيت، راه مبقاش كيبان لينا في الماكس، يعني راه هو دابا غير في هذيك دونسي مكتوبة، يعني كتعني واقيلا المينيمو بحال هكاك ولا الميو، فهمتوني بحال هكا. واش نزيد غير السائل الخاص؟ هنايا قالك واش نزيد غير السائل الخاص، نعم لازم عليا نزيد غير السائل الخاص. كيتعين عليا نقوم بالمراقبة لأجهزة الحصر ديالي عند الفحص المقبل الآن، لازم عليا الآن نمشي عند المراقب للأجهزة الحصر ونراقبها، يعني الجواب هو 1 و3. مسموح لي نستمر في السير بهذه العجلة بالنسبة للمسافات القصيرة. هنايا كيف ما كتلاحظوا معنا، لاحظوا معنا الصورة، هاد العجلة هادي الإطار كامل مقطع وكامل فيه ضربات، فيه هامشات، وكيبان لي بحال الممحي شوية من الجناب. واش مسموح ليا انني نستمر بالمسافات بالنسبة للمسافات القصيرة؟ قالك زعما كاين قصيرة، واش يمكن لي؟ راه بطبيعة الحال لا، راه ما يمكنش نستمر بهاد العجل. مستوى السائل اللي في هذه البطارية مضبوط؟ واحد نعم، جوج لا. كيف ما كتلاحظوا معانا هنايا أمامنا بطارية ديال السيارة، قالك واش مستوى الماء، مستوى السائل عفوا، واش مضبوط؟ هنا كنشوفو جوج شريطات، كاينه واحد الشرطه مكتوب عليها الماكس، وحده المينيم، يعني هذيك الماكسيمو كتعني لينا الدرجه الاقصى، وهذيك المينيمو الدرجه الادنى. كيفما كتلاحظوا معانا المستوى السائل راه كيبان لينا هو داك اللي كحل، راه في الدرجه القصوى، يعني راه في الماكسيم. سولو قال لك واش هنا في هذه الحالة
مستوى السائل اللي في هذه البطارية مضبوط. راه نعم مستوى البطارية مضبوط، يعني الجواب هو الرقم 1. هنا بي دي اف عطينك مستوى السائل اللي في هذه البطارية مضبوط، عطينك الجواب هو 2. هنا خطأ، خطأ في البي دي اف، ولكن راه مضبوط مستوى ديالو راه مضبوط كما كتلاحظوا معنا، راه خاصو يكون في الماكس ماشي خاصو يكون في المينيموم. هذيك البلاستيكه البيضاء هذيك راه غير مين كيهزوه عليها ما كيبانش لكم، اما هو راه مضبوط. العناية باستمرار كتحد من أخطر وقوع أعطال. 1 نعم، 2 لا، كتنقص من مدة صلاحية السيارة. 3 نعم، 4 لا. قالك هنا العناية بالسيارة باستمرار، كل مرة كندي السيارة ديالي عند الميكانيك كتحد من أخطر وقوع أعطال. بطبيعة الحال نعم، كتحد بنسبة كبيرة من وقوع الأعطال، يعني الجواب هو نعم. كتنقص من مدة صلاحية السيارة، قالك يعني إلا كنت كندي السيارة ديالي كل مرة عند الميكانيكي من أجل المراقبة، قالك واش كتنقص من مدة صلاحية، يعني ما كتبقى صالحة. بالعكس، كل ما كنراقب السيارة ديالي مزيان وكنديها راح كتزيد تزيد تبقى تطول في مدة الصلاحية ديالها. يعني الجواب هو 1 و4. على نفس المحور يمكن لي نجهز العربة ديالي بعجلات ذات نوعية مختلفة. 1 نعم، 2 لا، بنية مختلفة. 3 نعم، 4 لا. هنا قال لك عندي السيارة ديالي بغيت نشري عجلات ذات نوعية مختلفة. بحال اش نوعية مختلفة؟ بحال دابا عندي انا واحد الماركة بغيت نشري ماركة اخرى غير العجلات. العجلات هما اللي كنقولو لهم حنايا البنو، هذاك البنو عندي بنو سميتو مثلا اكس، انا بغيت نشري بنو سميتو ايغريك. نفس العبارة نفس كل شيء. وقال لك بغيت نشري بنية مختلفة. بنية مختلفة كيفاش؟ يعني ماشي ديال المحور اللي عندك، يعني هنا شنو غيكون في النظر ديالك. بطبيعة الحال النوعية مختلفة يمكن لي ناخدها، ولكن ما يمكنش لي نغير في البنية، ما يمكنش. يعني الجواب هو الرقم 1 و4. الأقراص وصفحات الحصر لازم ديما يتغيروا في وقت واحد. قال لك أقراص وصفحات الحصر لازم ديما يتغيروا في وقت واحد، يعني احنا هذيك الصفحات هما اللي كنقولوا لهم حنايا الديسك ديال الفران، كتكون بحال واحد السيدية عليها سماوها قرص، كتكون بحال واحد السيدية هذيك كتكون مرتبطة مع العجلات، وهي اللي من خلال ديالها كيتم الحصر بها. وكاين واحد الصفحات، هذوك الصفحات هما اللي كيشدوا الفران. هذوك الصفحات واش لازم هما والأقراص يتغيروا في وقت واحد؟ هنا الجواب هو لا. علاش؟ يقدر يكون عندي الديسك مزيان، ولكن الصفحات راهم تمحاو بقوة الفرانات، راهم تمحاو، ولا يكون عندي القرص
ضرب مدة وتمحى، ولكن الأقراص ولكن الصفحات الله بدلتهم واحد المرة وباقي مزيانين. يعني الجواب هو الرقم 2. من الواجب على السائق يراقب ديما نظافة الأضواء الخلفية. 1 نعم، 2 لا. راه من الواجب ديما نراقب النظافة ديال الأضواء الخلفية والأمامية وكلهم، من الواجب ديما نراقبهم. الفحص التقني الإجباري للعربات اللي العمر ديالها كيزيد على 5 سنين، من الواجب يتجدد كل عام، كل عامين، كل 5 سنين. هنايا الفحص التقني الإجباري للعربات اللي العمر ديالها كيزيد على 5 سنين، كيزيد على 5 سنين، من الواجب يتجدد كل عام، كل عامين، كل 5 سنين. هنايا فهاد السؤال لازم يتجدد كل عام، ماشي كل عامين وماشي كل 5 سنين، كل عام، كل عام خاصو يتجدد. يعني حتى كتفوت السيارة 5 سنين خاص كل عام دير ليها الفحص التقني ديالها والإجباري. يعني الرقم 1 كل عام لازم عليا ندير فحص تقني للسيارة ديالي كامل. واجب عليا نزيد زيت ديال الفرامل. نعم، 1 2 لا. كتلاحظوا معنا هنايا النسبة ديال زيت الفرامل، كاين الماكسيموم وكاين المينيموم، هي قريبة للماكسيموم. النسبة ديال الزيت قريبة للماكسيموم، وقالك في السؤال واش واجب عليا نزيد زيت ديال الفرامل، راه هي في الماكسيموم ما يمكنش ليا نزيد. يعني الجواب هو لا. مستوى الزيت هذا المحرك مضبوط. هانتوما لاحظوا معايا كاين واحد سلك داخل في ديك القاروره ديال الزيت في جهه ديال المحرك ديال السياره، راه النسبه ديال الزيت كتبان لينا تما كاينه، وداك الراس ديال داك السلك اللي كاين في داك القاروره فيه جوج عضات، راهما جوج عضات يعني مقطع جوج نقيطات. مثلا الاولى شنو هي؟ هي نبداو من التحت من الراس، كاينه واحد لضيضه فوق منه، هذيك هي المينيموم، يعني هذاك هو الحد الادنى اللي خاص الزيت خاصها تكون واصله. يعني الزيت خاص ضروري تكون واصله لتماك، وهذيك العضه الفوق هي الماكسيموم، هي الحد الاقصى اللي خاصها تكون الزيت واصل عليه. وقال لك واش مستوى الزيت هذا المحرك مضبوط، وتما كاينه كيتبين لينا الزيت انها قريبه للماكس، قريبه للحد الاقصى. والجواب هو نعم، راه مضبوط 100%، راه جابين الماكس والمينيمو وقريب للماكس، يعني راه مستوى الزيت ديال هذا المحرك مضبوط. مراقبة الأضواء الأمامية كيضم نظافة الأضواء. نعم، 1 2 لا. ضبط الأضواء 3 نعم، 4 لا. ديما المراقبة ديال الأضواء الأمامية كيضم النظافة، يعني راه خاصو يكون نظيف. والضبط ديال الأضواء نعم حتى هو خاصو يكون مضبوط، يعني راه خاص يكون مضبوط الأضواء ومضبوط النظافة. يعني الجواب هو 1 و3 جوجهم.
هنا كتسالي السلسله ديالنا الاخوان، السلسله ديال العرب كيف قلت لكم قبيله في التصحيح، راه نسيت على واحد جوج اخطاء كنا طحنا فيهم في البي دي اف كاينين، وهنايا راهم صحاح ولكن في البي دي اف خاطئين. اوكي ماشي مشكل، نتمنى تكونوا فهمتوا. انا غنشوف دابا شي سلسله اللي قصيره ونزيدها لكم عاوتاني مع هاد لا فيديو هذا. بالنسبه لنا غنزيد لكم ديال الحوادث السير مع هاد السلسله هذه. نبداو على بركه الله. هاد الجريح فاقد للوعي في وضعيه صحيحه، واحد نعم، جوج لا. قالك هاد السيد هذا واش في الوضعيه الصحيحه؟ هاد السيد هذا متكي على الايمن ديالو، على اليمين ديالو، على الجانب اليمين ديالو، واش هو في وضعيه صحيحه؟ هو فاقد الوعي، هذا قالو اكسيدون ولا شي حاجه بحال هكا. واش هو في الوضعيه الصحيحه؟ نعم هاد السيد في الوضعيه الصحيحه، يعني من لازم في اي حديثه الانسان يكون على الجانب الايمن ديالو. نطلب الاغاثه كيعني نعطي المكان بالتحديد اللي وقع هاد فيه الحادث، عدد المصابين، اسماء المصابين، نوع العربات اللي دارت الحادث. قالك من نطلب الاغاثه من شفت شي اكسيدون ولا شي حاجه، واش نعطي المكان بالتحديد اللي وقعت فيه الحادث؟ نعم انا لازم نعطي الموقع بالتحديد، المكان بالضبط اللي وقع فيه الحادث، عدد المصابين، نعم ضروري، يعني عدد المصابين لازم عليا نعطيه، باش الا كان عدد المصابين كتير ما يصيفطوش لنا غير اسعاف وحده، يصيفطوا لنا جوج اسعافات مثلا. اسماء المصابين، اسماء المصابين علاش نعطي اسماء المصابين؟ اسماء المصابين فاش غيفيدو؟ ما غيفيدوش. نوع العربات اللي دارت الحادثه، نعم بالضبط خصني نعطيه نوع العربات اللي دارت الحادثه، يعني الجواب هو واحد وجوج وربعة. نوع العربات اللي دارت الحادثه باش يعرفوا يعني كيف كنقولوا الخطوره ديال الحادثه او شيء ربما كهذا. المعاينه الوديه كتستعمل في الحوادث اللي كتخلف اضرار ماديه اضرار جسمانيه. قال لك سيدي هنا المعاينه الوديه كتستعمل في الحوادث اللي كتخلف اضرار ماديه، واحد جوج اضرار جسمانيه. هاد المعاينه الوديه شنو هي؟ هي واحد الورقه كتكون بيني وبين شي حد درنا حادثه، وهادي كنديروا هاد الورقه غير باش كتكون اضرار ماديه ماشي اضرار جسمانيه، غير كتكون شي حاجه غير ماديه، يعني تقصت انا وياه، قص لي الطوموبيل من اللور، قصته انا من الجنب، كيمكن لينا نعمرو المعاينه الوديه بلا ما نعيطو الاسيرونس تجي وعاد نقيدو البوليس وداكشي. يمكن لي نعمر غير واحد المعاينه الوديه ونسلمها للمركز ديال التامين ديالي، يعني الجواب هو الرقم واحد. سيارتي المصدومة كتشكل خطر على حركة السير، واجب عليا نعمر بسرعة المعاينة الودية، واحد جوج نبدأ أولا بتأمين سلامة حركة المرور. هنا قالك واش نبدأ نعمر المعاينة الودية دغيا دغيا ولا نأمن سلامة حركة المرور؟ هنا لازم عليا نأمن سلامة حركة المرور، خصني أولا نشير المكان الحادث، ندير واحد الإشارة بلي أن هنا يوجد حادث، يعني السؤال هو الرقم زوج.
منين تواجد أمام مصاب فاقد الوعي، فاقد الحركة. كان راقب التنفس ديالو، كان تخلص من جميع الأشياء اللي كتمنعه من التنفس، كان ضرب على وجهه باش يفيق. هنا مصاب قدامي، واش نراقب التنفس ديالو؟ نعم. كان تخلص من جميع الأشياء اللي كتمنعه من التنفس؟ نعم. مثلا إذا كان شي حاجة فوق وجهه لازم تخلص منها. كان ضرب على وجهه باش يفيق؟ لا، ما خصنيش نضرب على وجهه. للقيام بالتنفس الاصطناعي، هذه الوضعية صحيحة؟ واحد، نعم. جوج، لا. من الواجب النفخ من 8 إلى 10 نفخات في الدقيقة. 3، نعم. 4، لا. هذه الوضعية هو الصحيحة؟ نعم، هذه الوضعية صحيحة. من الواجب نفخ من 8 إلى 10 نفخات في الدقيقة؟ لا، ما صحيحاش بزاف. يعني ما خصيش في الدقيقة ننفخ أكثر من 3، على ما أظن، على ما أظن. يعني الجواب هو 1 و 4. في حالة وقوع الحادث، تأمين المسؤولية المدنية كيعوض على الأضرار اللي كتعرض لها المسؤول عن الحادثة. ضحايا الحادثة، قالك من كيوقع شي حادث، تأمين المسؤولية المدنية كيعوض على الأضرار اللي تعرض لها المسؤول عن الحادثة ولا الضحية ديال الحادثة. ومن طبيعة الحال راه الضحية ديال الحادثة ماشي اللي دار لي مشكل هو اللي غادي يتعوض، راه اللي وقع ليه المشكل هو اللي غادي يتعوض. يعني الرقم جوج، ماشي بحال دابا كنقولوا له احنا فوتيف، الا كنتي انت فوتيف راه ما تعوضش. هكا هاد الطريقة كتساعد باش نحدو من النزيف. 1، نعم. 2، لا. هاد الطريقة كتساعد باش نحدو من النزيف. نعم. المعاينة الودية ما كتكونش صالحة إذا كانت موقعة من طرف السائقين بزوج. نعم. 1، 2، لا. طبيعة الحال لازم تكون موقعة من السائقين بزوج عاد تكون صالحة. واجب عليا نوقف في الحين باش نقدم الإغاثة. 1، نعم. 2، لا. هنايا كنشوف باللي الوقاية المدنية إسعاف راها كاينة، يعني موجودة، راهي قدامه كي ينقلو الجرحى والمصابين. واش واجب عليا نوقف في الحين باش نقدم الإغاثة؟ لا، ما واجبش عليا نوقف، حيتاش راه وصلات رجال الإغاثة واصلين وراهم كي ينقذوا في الموقف. يعني ما واجبش عليا. إذا كنت مع الجريح فاقد الوعي، كنضرب على وجهه باش يفيق، نوضعه في وضعية جانبية، منحركوش. هنايا واش لازم عليا نضرب على وجهه باش يفيق؟ لا، ما خصنيش نضربه كاع. نوضعه في وضعية جانبية. لازم يكون أي جريح، أي واحد فاقد الوعي، يكون على وضعية جانبية، والجانب اللي متكي عليه هو الجانب الأيمن. الجانب الأيمن، ما نحركوش. لا لا، يعني الجواب هنايا هو الرقم جوج، نوضعه في وضعية جانبية. إذا كنت مسؤول على الحادثة، التأمين ديالي المسؤولية المدنية كيعوض الأضرار اللي وقعت لسيارتي. 1، نعم. 2، لا. للسيارة الأخرى
ثلاثة نعم أربعة لا. قال لك سيدي إذا كنت أنا المسؤول على الحديثة، أنا اللي درت الفوتيف كيف ما كنقولوا حنا، أنا اللي قصت هذاك السيد، ولا أنا اللي مني لا فوت، واش المسؤولية المدنية كيعوض الأضرار اللي وقعت لسيارتي أنا ولا للسيارة الأخرى؟ راه هنايا المسؤولية المدنية كتعوض للسيارة أخرى ماشي أنا، حيت أنا اللي مسؤول على الحديث، أنا هو اللي فوتيف، يعني الرقم جوج وثلاثة. إلا وقع غلط في الشيخانة ديال المعاينة الودية، يمكن لهذا الغلط يعكس المسؤولية على السائقين المتورطين. واحد نعم، زوج لا. قال لك هنايا بحال دابا أنا وشي واحد درنا معاينة ودية، وهو اللي خطأ، ودرنا واحد الخطأ في الرسم أو في لي زانفورماسيون المعلومات ديالنا، درنا واحد الخطأ، واش هادشي غيعكس المسؤولية على السائقين؟ واش هادشي غيعكس المسؤولية؟ بحال دابا ماشي أنا اللي مني مشكل، ودرنا واحد المعاينة ودية ووقع واحد الخطأ في داك المعلومات اللي عمرنا، واش غادي يمكن أنني واخا أنا ما ديش المشكل غيولي أنا مني مشكل؟ نعم، راه خصني نرد البال ونرسم داكشي بطريقة صحيحة ونفرز كيفاش وقع المشكل في المعاينة الودية. يعني الجواب هو نعم، الرقم واحد. باش نتجنب الخطر الحريق ما خصنيش ندخن، واحد جوج خصني نوقف المحرك، ثلاثة ما خصنيش نقرب من السيارة ديالي درت بيها حديث، واش ما خصنيش ندخن باش نتجنب خطر الحريق؟ نعم ما خصنيش ندخن. خصني نوقف المحرك؟ نعم خصني نوقف المحرك، حيت المحرك كل ما كيزيد يسخن يقضي ينتج لي على الحريق. ما خصنيش نقرب من السيارة؟ لا ماشي مشكل واخا تقرب من السيارة، ولكن ما خصكش تكمي وما خصكش تخلي المحرك خدام. يعني الرقم واحد وزوج. نوقف بمجرد ما نتوفر لشروط المناسبة، ندوز بحذر. واحد السيد طايح، واش نوقف بمجرد ما توفر لي الشروط المناسبة ولا ندوز بحذر؟ هنا في هذه الحالة كيف ما كتلاحظوا السيد راه طايح بدراجة هوائية قدامي، واش لازم أنني نوقف بمجرد ما توفر لي الشروط المناسبة ولا ندوز بحذر؟ راه لازم عليا نوقف بمجرد ما توافقني الشروط المناسبة، لازم عليا نوقف. منين صادف حادثة سير؟ أول عمل نقوم به هو واحد طلب الإغاثة، جوج نحمي مكان الحادث ونبه ليه، ثلاثة نغيث الجرحى. قلك واش باش نلقى شي حديث واش لازم عليا أول حاجة نديرها نطلب الإغاثة ولا نحمي مكان الحادث ونبه ليه،
ولا نغيت الجرحى. هنا اول حاجه لازم عليا نديرها هي نحمي المكان الحادث وننبه ليه. علاش؟ باش ما توقعش واحد الحادثه تصير اخرى. لازم نحمي المكان هو الاول وننبه ليه باشاره، عاد يمكن ليا من بعد نطلب الاغاثه. اما نغيت الجرحى من بعد خاص تجي الوقايه. يعني هنا مشيو غير على حسب السؤال ديالنا، منين صادف حادث. انا غادي في الطريق لقيت حادث، اول حاجه خصني ندير نطلب الاغاثه ولا نحمي مكان الحادث ونبه ليه ولا نغيث الجرح. هو جواب الرقم جوج، نحمي مكان الحادث ونبه ليه، هي اول عمليه خصني ندير. يعني الجواب هو الرقم زوج ديما. ماشي خصني باش علاش خصني ننبه ليه؟ باش ما توقعش واحد الحادثة اخرى. تسرى ما كيكونش داكشي باين، كاين اللي كيجي ما غينتابش توقع حادثة اخرى. محتوى المعاينة الودية متشابه، كيف ما كانت اللغة اللي مكتوب بها. نعم واحد جوج لا، قلت لك المحتوى المعاين الودية متشابه، كيف ما كانت اللغة اللي مكتوب بها. قال لك عمرنا واحد المعاينة ودية، قال لك واش كيف ما كانت اللغة مكتوبة بها متشابه، يعني كانت مكتوبة باللونجلي مزيانة متشابهة، كانت مكتوبة بالعربية مزيانة، كانت مكتوبة بالإنجليزية مزيانة. نعم هنا المحتوى المعاينة الودية متشابه، كيف ما كانت اللغة اللي مكتوبة بها. كيف ما كانت اللغة هيكون المحتوى المعاينة الودية متشابه، يعني الجواب هو الرقم واحد. هاد المصاب عطشان غادي نعطيه يشرب الماء. قالك هنايا امامي مصاب، واحد الحادث سير وقع، كاين هاد المصاب عطشان، واش لازم عليا نعطيه الماء هنا في هاد الحالة؟ لا ميمكنش نعطيه الماء، راه المصاب كيكون في واحد الحالة اللي خطيرة وما يصلحش يشرب الماء أبدا نهائيا. ما خصنيش نعطيه الماء يشرب قاع، خصها تقدم لي الإسعافات أولية، من بعد عاد نشوفو الماء. هنا حتاش كيكون الجسم ديالنا مرفوع في واحد الدرجة ديال الحرارة وصدمة، كتكون صدمة، وما خصنيش خصش المصاب يشرب. يعني الجواب هو لا، ما خصنيش نعطيه يشرب. السؤال الموالي، باش ننبه مستعملين طريق الآخرين ونتفادى حادثة أخرى، يمكن لي نضوي المكان بضواو طريق، نوضع الحجر على الطريق، نعطي إشارة بالمصباح اليدوي. قال لك كاينة واحد الحادثة في الطريق، باش نتفادى حادثة أخرى، باش ما توقعش واحد الحادثة أخرى، يمكن لي نضوي المكان بأضواء الطريق، نوضع الحجر على الطريق، نعطي إشارة بالمصباح اليدوي. هنا باش نضوي المكان بأضواء الطريق، نعم كنضوي على مكان الحادث، ولكن باش نوضع حجر على الطريق راه هادي راه غتسبب لي في حادثة أخرى. يعني ما خصنيش ندير الحجر على الطريق باش نعطي إشارة بالمصباح اليدوي، نعم نبه ليها بالمصباح اليدوي. يعني الجواب هو واحد وثلاثة. هاد المصاب
يرتعش وباين عليه آثار الصدمة. نغطيه، نساعده باش يوقف، نتكلم معاه باش يطمئن. هنايا هاد المصاب دار واحد الأكسيدون وباين عليه آثار الصدمة، واش نغطيه؟ نعم، إلا كان عندي غادي نلقاه كيترعد، يعني إلا كان عندي باش نغطيه لازم علي نغطيه. واش نساعدو باش يوقف؟ لا، ما خصنيش نساعدو باش يوقف، هو مازال في الصدمة. واش نتكلم معاه باش يطمئن؟ نعم، نتكلم معاه باش يطمئن، باش يرتاح له البال ديالو، خصني ضروري نتكلم معاه. هنا كيف قلنا قبيلة، ما خصنيش نعطيه الماء للمصاب، هذه كندوي عليكم خارج هادشي. علاش؟ كيكون في يرتعيش وباين عليه اثر الصدمه، يعني نقدو نعطيوه الماء، الماء يدير له سكته قلبيه، يدير له شي حاجه خطيره. يعني هنايا الجواب ديال هاد السؤال هو لازم عليا نغطيه ونتكلم معاه باش يطمئن. هو واحد وثلاثة، وهنايا كتسالي السلسله ديالنا كيف العاده. وكنتمنى يكون عجبكم الشرح وتدعمونا وتخليو لينا جميع التعاليق ديالكم، نشوفوا هادشي واش عجبكم. ومن هنا لقدام ان شاء الله غندير لكم حصص ديال كيفية التعلم سياقة، يعني داكشي غيال، كيفاش تصوغ، كيفاش تحيد الخلعة ديالك يوم الامتحان، بزاف ديال الحوايج غنوريها لكم ان شاء الله. وكنشكركم بزاف، وتهلاو في راسكم، والله يوفق اي واحد. وصراحة هادشي راه سهل سهل، غير بنادم خاصو شوية ديال التركيز فقط. والله يوفقكم، شكرا بزاف.